قامت كل من مجموعة شركات طيران الخليج القابضة وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة وشركة مطار البحرين بتوقيع اتفاقيات أساسية كبرى بهدف تطوير خدمات التسوق الأساسية في السوق الحرة في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة سيتم تأسيس مشروع مشترك جديد باسم شركة البحرين للأسواق الحرة. وقد قام كل من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيران الخليج القابضة والسيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بتوقيع الاتفاقية التي ستمنح لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة حصة نسبتها 55% من الشركة الجديدة، في حين ستمتلك مجموعة شركات طيران الخليج القابضة حصة نسبتها 45%. وباعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، قامت شركة مطار البحرين وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بتوقيع اتفاقية امتياز مدتها 15 عاما مع شركة البحرين للأسواق الحرة التي تم تأسيسها حديثا. طبعا بالنسبة لنا كانت فرصة كبيرة أن يكون مبنى المسافرين الجديد اللي ينبني وإن شاء الله راح ينتهي منه مع الربع الثالث من 2019 أن نراجع جميع العقود الحالية الموجودة في مطار البحرين الدولي. أحدى هذه العقود بعض عقود جدا قديمة ترجع لسنين طويلة مع شركة البحرين للأسواق الحرة، فإحنا ارتئينا أن نغير تغييرين في هذا العقد. أول شيء أنه يكون في شركة جديدة، شركة مجموعة طيران الخليج القابضة تملك في الشركة الجديدة بنسبة 45% والشركة الحالية تملك 55%، بحيث أن احنا نستثمر ونقدر أيضا نزيد من إيراداتنا. في نفس الوقت العقد بين الشركة الجديدة وبين شركة مطار البحرين المشقة لمطار البحرين أيضا بيتغير، لأن العقد الموجود حاليا عقد قديم. فبعد تفاوض الحمد لله وصلنا إلى اتفاق جدا جيد بيفيد الجميع، الجميع راح يربح ولكن بنسب يعني مثل ما نقول عادلة للجميع. أعتقد هذه من إحدى يعني الأمور اللي اشتغلنا عليها خلال الفترة السابقة. طبعا اليوم جميع العقود في مطار البحرين الدولي راح تتغير، الشركات اللي راح تشتغل في مبنى المسافرين الجديد أيضا راح تدش في عقود جديدة. لذلك تشوفون أنتم خلال الأيام اللي راحت والأسابيع اللي راحت العديد من المناقصات والمزايدات اللي تطلع من شركة مطار البحرين لجميع الأمور، سواء كانت مطاعم، بنوك، صيدليات، كل شيء يحتاج المطار راح إن شاء الله نمر بعقود جديدة، عقود تتواكب مع الممارسات اللي قاعدة تصير في الدول الثانية. طبعا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في تعريف العلاقة بين شركة مطار البحرين وشركة الأسواق الحرة، وذي المرحلة راح تكون مهمة في تحديد جوانب الخدمات اللي راح تقدم للمسافرين في مبنى المطار الجديد اللي هو تحت الإنشاء. طبعا ذي الشركة الجديدة لتقديم خدمات الأسواق الحرة هي شراكة بين مجموعة طيران الخليج القابضة وشركة الأسواق الحرة البحرينية. هذه الشركة الجديدة اليوم دخلت في عقد جديد مع شركة مطار البحرين، ومن خلال ذي العقد راح يتم تعريف جميع جوانب العمل اللي راح يقومون فيها في مبنى المطار الجديد.